في وقت تشهد ليبيا اشتباكات بين الجيش الليبي ومقاتلين إسلاميين، أعلن وزير الدفاع أن بلاده ستبني نظاما للمراقبة بالأقمار الصناعية بخبرة إيطالية لمساعدتها في تأمين حدودها في إطار خطط لطرابلس لوقف تدفق المتشددين الإسلاميين والمهاجرين غير الشرعيين. تم توقيع اتفاقية مع شركة إيطالية، شركة سيليكس، وهذه الشركة متخصصة بحماية الحدود، وستبدأ في العمل بإذن الله مع شهر 12 2013، مع انتهاء عام 2014 بقدرة الله نطمن الجميع. الحدود الليبية الجنوبية بالكامل ستغلق. ضعف الرقابة على الحدود وافتقار جيش ليبيا للتدريب والعتاد أدى إلى تحويل البلاد إلى ممر لتهريب الأسلحة لتنظيم القاعدة في دول الصحراء الإفريقية وللمقاتلين الإسلاميين المتوجهين للمشاركة في الحرب في سوريا. ويقوم مهربو البشر بتهريب اللاجئين عبر الحدود الصحراوية النائية مع مصر والسودان وتشاد إلى ليبيا، حيث يحاولون الوصول من هناك إلى إيطاليا بالزوارق. ليبيا أرسلت آلاف الجنود للتدريب في الكليات العسكرية في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك إلى بلدان عربية. وزير الدفاع الليبي اعترف بأن الأمر سيستغرق وقتا لبناء قوات قادرة على التعامل مع ميليشيات مدججة بالسلاح. القوة اللي كانت موجودة على الأرض لا تتوازى مع القوة العسكرية، لأن العدد أكبر والتسليح أقوى، ولكن بانسحابها أصبحت القوة الفاعلة والمسيطرة على المشهد الأمني هي القوة العسكرية وقوة وحدات الأمن. واتخذ الجيش موقفا سلبيا قبل أسبوعين عندما فتحت ميليشيا من مصراتة النار على محتجين يطالبونها بمغادرة طرابلس، وحلقت طائرات حربية في سماء طرابلس وخرج جنود للشوارع، لكنهم لم يفعلوا شيئا يذكر للتصدي لمقاتلي مصراتة. الجيش كان موجود وفي التكونات الخاصة به، ولكن تفاديا للاحتكاك والتصادم واقتتال الليبيين بعضهم البعض، تفادينا إنزال هذه القوة على الأرض بوجود القوة الموجودة لفرض نفسها كانت على الواقع. وتشعر الحكومات الغربية بقلق من أن تصبح ليبيا ملاذا آمنا لمقاتلي تنظيم القاعدة، إذ تكافح حكومتها لكبح جماح الميليشيات ومقاتلي المعارضة السابقين الذين ساعدوا في الإطاحة قبل عامين بحكم الزعيم الراحل معمر القذافي.